سعيدة أن أنا بشترك في إحياء ذكرى فنان عظيم زي الفنان سيد مكاوي، وكان نفسي أشترك في كل الأمسيات. هي الأوبرا بتحب تهتم برموز الفنية وبتحب تقدمها للناس بأصوات جديدة على أساس تفكر الناس بالألحان العظيمة، وفي نفس الوقت تقدمنا يعني كأولاد الأوبرا للجمهور. ذكرى سيد مكاوي من ضمن الأمسيات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت. المسؤول عن الحفل الأستاذ عبد الوهاب هو اختارني مع أستاذ خالد عبد الغفار، وده شرف لي طبعا يشارك مع أستاذ خالد عبد الغفار في حفلة زي دي. اختارني على أساس أقدم بعض الألحان الفن الموسيقار سيد مكاوي، وأنا اخترت ثلاث ألحان: أنا هنا يا ابن الحلال الفنانة صباح، ويا مسهرني لحن الفنانة أم كلثوم، وأوقاتي بتحلو الفنانة وردة. في تنوع، في يعني اختلاف في نوعية الألحان ونوعية الأصوات اللي قدمتها ساعتها، فأتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله. في الغيب أنا شايفك، أنا شايفك، قلب انكشف عنه الحجاب ولقاك. الحدث اعتبري ذكرى رحيل 15 عام، اعتبري ذكرى ميلاد حيكون 85 سنة، اعتبري ذكرى إحياء بعد ثورة 25 يناير، اعتبري ميلاد جديد لسيد مكاوي، اعتبري رسالة حب ليك إنك تعتبري والناس تعتبره زي ما هي عايزة. سيد مكاوي الأب والفنان والإنسان والمناضل والشاعر والوطني وكل حاجة واحد ما بيتجزأش. أب زي ما الحنان بيقول، فنان زي ما الإنسانية بتنبض، راجل زي ما المصري نعرفه، توليفة على بعضها كده. مصر، مصر، كل شارع، كل وش مصري في الشارع، كل ست ملفوفة قدامي بجلابية وطرحة، كل مصري عرقان، كل مشربية في حي قديم، كل باب، كل طريق، مصر، مصر بريحتها وعرقها وإنسانيتها ونضلها وغلبها وقدرتها وكفاحها وعظمتها وبراءتها وبساطتها والحلم الممتد اللي ما حدش بيعرف يشقه ولا يقسمه ولا يوقفه. مصر سيد مكاوي. أنا لما توفى سيد مكاوي نزلت أشوف مصر من غير سيد مكاوي شكلها إيه، وأعتقد أن أنا الوحيدة اللي عملت الحاجة دي. يعني أنا بقولها وأنا بقول شيء، أنا كنت حاسة إنه حتة من مصر راحت. احتلت مكانها مكان رفيع في تاريخ الموسيقى العربية، اعتمد في مصادره الفنية على تراث الموسيقى العربية والتراث الشعبي، وأتيح له فرصة الاستماع إلى عدد كبير من الاسطوانات التراث توصل إلى 5000 اسطوانة، استطاع من خلالها ان هو يستوعب كل اشكال التراث. وطبعا هو زي ما كلنا عارفين ان هو اصيب بمرض في عينيه في طفولته وكف بصره، فحفظ القران الكريم وبدا يتجه الى الغناء. دراسته للاسطوانات دي كلها ادته يعني حصيله هائله من الغناء العربي القديم، يعني استمع حاجات من نص القرن 19 واحنا جايين، فاصبح عنده الحقيقه يعني رصيد وثروه هائله من الاعمال الغنائيه. اشتغل هو في البداية كمغني للتراث في الإذاعة المصرية، ثم بعد ذلك بدأ يقدم إبداعاته من الأغاني الدينية والأغاني الجماعية والصور الغنائية ومسرح الأطفال ومسرح العرايس والمسرح الكبير سواء في المسرحيات العالمية أو المسرحيات المصرية، فجاء إنتاجه متنوع جدا. وطبعا هو اشترك لأول مرة كمغني في إحدى حفلات المجهود الحربي وغنى ساعتها الأرض بتتكلم عربي، من ساعتها الجمهور تمسك به وهو طبعا تمسك بجمهوره. والحقيقة أن الشيخ سيد يعتبر من النماذج المهمة جدا اللي بتدل على الفطرة الموسيقية الثرية المتدفقة
لأنه طبعا معرفته كلها جاية من خلال الاستماع إلى نماذج الاسطوانات والأعمال الحية اللي سمعها، ومن خلال هذه الأعمال قدر أن هو يكون الحصيلة اللي قلت لحضرتك عليها، وقدر أن هو يوجد لنفسه أسلوب خاص به مستمدا هذا الأسلوب عناصره من التراث ومن الغناء الشعبي، لكنه قدر يوصل للأسلوب السهل الممتنع في عالم الفن. كل مرة لما وعدك ألتقيك تسبق وتحلف. عندي تقريبا 4 أغاني غير رباعيات صلاح جاهين، من أهم الأغاني غنوة مصر دايما مصر، دي مش مطروقة كتير، هي أنا سمعتها وأنا صغير، النهاردة هتناولها إن شاء الله، عجبان الغنوة قوي. وكمان في غنوة كل مرة لما وعدك، الأهم من دول طبعا رباعيات صلاح جاهين. إحنا عارفين كلنا إن هو تعامل مع صلاح جاهين وتعامل مع فؤاد حداد، وكان لهم حاجات رائعة جدا. أنا من وجهة نظري من أعلى ما عمل أو من أهم التراث اللي تركه سيد مكاوي كان رباعيات صلاح جاهين، بما تحتوي بقى من فكر ومعنى وتأثير وكثافة معنوية وكثافة ثقافية وفكرية بتقدم للناس في شكل حكمة وكده. ياللي خليت الأحبة على المحبة بيلو